ليروا إلى مساحة جديدة من مساحات صباحنا، غير إلى المساحة النفسية. يوم عن يوم عم نسمع عن أمراض جديدة، أشخاص كثير ممكن يكونوا مصابين بهذا المرض حوالينا، ولكن نحن ما بنعرف شو صاير معهم. رح نتعرف على متلازمة توريت يلي عم تظهر غالبا في مرحلة الطفولة، وتصدر من خلال المصاب يصدر عرات صوتية أو عرات جسدية لا إرادية ولا يستطيع الشخص التحكم فيها. بدنا نعرف أكثر عن هذه المتلازمة، شو أسبابها، من الأشخاص المصابين فيها. وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور راغد هارون، اختصاص بالأمراض النفسية والعصبية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يا رب. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات. يعني اليوم عم نحكي نحن عن مرض كتير مهم بشكل نسبة كتير كبيرة عنا بمجتمعنا، ولكن نحن يمكن أغلبنا مو سمعان فيه لهذا المرض. حتى لهي السمع ما نسمع عنه. عن جد هو اسمه توريت. نسبة للي اكتشفوا عام 1885. 1885. نسبة للطبيب الفرنسي جورج جيل دولاتوريت، طبيب فرنسي عصبية، طبيب عصبية. نعم دكتور، خلينا نحكي بالبداية شو هو هذا المرض؟ يعني هو مرض نفسي ولا هو يعني مرض عادي بيعبر بيضل؟ جميل. حقيقة يعني بداية مثل ما تفضلتي، اسم المرض إجا من اسم الطبيب العصبي الفرنسي اللي قام بتوثيق عدة حالات بعام 1885، الطبيب جورج جيل دولاتوريت. لاحظ أنه في مجموعة أو عدة أطفال عم تبدأ عندهم مجموعة من الأعراض اللي بنسميها تيك أو عرات، إما حركية أو صوتية. طبعا والعرة تعريفها هي إن كانت حركية مثلا هي حركة لا إرادية وغير هادفة تصدر عن هذا الطفل رغم عنه من دون قدرته بالسيطرة على عدم إجراءها. لازم طفل يعني؟ هلأ هو حقيقة اضطراب عند الأطفال. عند الأطفال يبدأ أو يعني ذروة حدوثه بين عمر 2 و6 سنوات أو 8 سنوات، لأنه بمرور الزمن إنذاره جيد تزول كثير من الحالات بعمر البلوغ عند الأطفال سواء الذكور وسواء الإناث. وطبعا لازم نعرف أنه إصابة الذكور 3 لـ4 أضعاف إصابة الإناث، فإنذاره مع الزمن جيد وهو يصيب الأطفال، وهو مهم جدا لذاته وبسبب تصاحبه مع مجموعة من الاضطرابات اللي بتكون موجودة معه، مثل اضطراب فرط النشاط وقلة الانتباه سبق وتحدثنا كثير عنه، مثل مرضى التوحد، مثل مرضى الأطفال المصابين بالقلق بالكآبة بصعوبات التعلم. فمن هنا تأتي أهميته، أحياناً اكتشافه تعني اكتشاف ما يرافقه من اضطرابات، وحتى إذا ما في شيء بيراقبه هو بحد ذاته اضطراب مهم، لأنه إذا ما تفهمنا للأمانة التنمر اللي بيحصل على الطفل بيخليه يتراجع دراسياً وما يقدر يحصل ويعبر عن قدراته اللي ربنا خلقه عليها، وبيفشل من أجل موضوع بسيط ناتج عن جهل المجتمع وجهل حتى المتعلمين بالمجتمع اللي هني أساتذتنا واللي ممكن لهم كل احترام، أساتذتنا ومدرسينا. طبعا أنا عم أقول أساتذتنا لأنه يفترض أن نتعرف عليه بالمدرسة، يفترض نتعرف عليه بالبيت أيضا من خلال الأهل اللي هني لازم يكون عندهم حد أدنى من الثقافة. طب دكتور النفسية لأطفالهم ليش عم نحدد نحن مدرسة؟ هلا نحن حددنا بين عمر 2 لـ6 سنوات، ولكن هي الأعراض هي هيك لحالها بتطلع؟ أو ردات الفعل لحتى نحن نكتشف إنه هذا الولد عم يعاني من مرض التوريت. توريت لحالة بمعنى إنه هيك تكون قاعد. نعم. قاعد الطفل هيك بيصرخ؟ نعم. وين نعم. ممكن أكثر، بالبيت ولا بالمدرسة؟ كيف بدنا نشتلق نحن إنه هيك؟ صحيح. عنده هيدا الاضطراب؟ كيف الأهل ممكن ينتبهوا؟ تمام، يعني نحن بدنا نحكي عن دور المدرسة، ولكن هو بين الجامعات بتكثر ردات الفعل ولا بالبيت هو قاعد لحاله ولا في شيء بينكشه لحتى يعمل هيك؟ صحيح. للأمانة كل هالعوامل ما لها علاقة
بظهورها من الأساس. ولكن هالعوامل البيئية إما أن تكثر من حدوث العرات الصوتية أو الحركية أو تقلل منها. يعني البيئة المتفهمة العارفة بهذا الاضطراب من مدرسة وأسرة ومحيطين بيخلوا الطفل مطمئن وما نوم متضايق من هالشيء اللي عم يصير معه وكأنه شيئا لم يكن، وبيحصل تعليمه. لأنه لازم نعرف نقطة أنه متلازمة التوريت ليس لها علاقة بذكاء الإنسان، ما بتأثر على ذكائه، وهو اضطراب ليس ديجينيريشن أو ليس ديجينيريتيف، ما نتنكسي، لن يؤذي الدماغ ولن يجعله أسوأ مما هو عليه، هو اضطراب على حاله يعني، ومثل ما قلنا مع الأيام بيزول يعني بفترة البلوغ، ولكن بيكون الطفل مر بفترة تحصيل مهمة بنكون حرمنا إياها إذا ما تفهمنا. ولكن ما يجعله يحدث عليه كسبب عضوي غير محدد حتى الآن، ولكن هناك العديد من النظريات والدراسات المهمة اللي بتوضح لنا عند مين بيحدث. فلاحظوا أنه ممكن يحدث عند الأطفال اللي أصيبوا بالمكورات العقدية وهي نوع من أنواع البكتيريا، فالضاد اللي بيشكل الجسم ليدافع عن حاله ضد هالنوع هذا من البكتيريا، لاحظوا أنه من الممكن أنه تسبب حدوث العرات. الأمهات اللي بيتقيؤوا وبيصيبوا غثيان كثير بالثلث الأول من الحمل، لاحظوا بأنه ممكن أنه يكونوا هن عم يولدوا أطفال عندهم عرات. الأطفال المولودين بنقص وزن ولادي، الأطفال المولودين لدى أمهات بيتناولوا الكحول ومدخنات خاصة أثناء الحمل بهم. أيضا لاحظوا أنه ممكن يكون سبب بمتلازمة توريت. ولكن بالمحصلة كل هالأسباب اللي عم تصير عم تأثر على شيء أساسي بالدماغ هو النواقل العصبية. بالنهاية هناك خلل وأذى عم يطرأ ويحدث على الكيمياء الدماغية من دوبامين، من سيروتونين، من نور أدرينالين وغيرها من النواقل اللي بتجعلنا قادرين نسيطر على حركاتنا وكلامنا ونكون ضمن الطبيعي والاتزان والاعتدال بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه. لا نصدر أي اضطراب سلوكي لا حركي ولا صوتي، تمام؟ فالخلل بالنهاية مهما حدث، الأم إن كانت مثلاً لا سمح الله إقياءات كتيرة أو غثيان بالثلث الأول أو تناولت كحول أو تدخين أو غيرها من المواد، بالنهاية عملت خلل كيماوي عند الطفل. أيضاً العرات بتحدث عند بعض الأشخاص يعني الأكبر سناً، نحن دائماً تشخيصها مرهون بعمر تحت 18 سنة بصراحة، ولكن هناك عرات تحدث بعد 18 سنة وبالثلاثين وأربعين وخمسين، ممكن تكون ناتجة عن تعاطي بعض أنواع المخدرات وتحديداً الكوكايين أو الأنفيتامينات. هاي المواد تحديداً ممكن أن تحدث بعد استخدامها عدة سنوات عرات. بنلاحظ المريض بعد ما شفي من موضوع الإدمان أو تعاطي هذه المادة بنلاحظ في عنده عرة، إما عرة صوتية أو عرة حركية، وهي دائمة مدى الحياة بتبقى عنده لأنه المادة سببت خلل عضوي بدماغه أثر على النواقل العصبية وتحديداً الدوبامين، باعتبار هي المواد اللي عم أقول عنها لها علاقة بالدوبامين وباستنفاذ كميات كبيرة من الدوبامين بالجملة العصبية المركزية. نعم دكتور، يعني عم نحكي عن أعراض هي ما كتير مميزة، يمكن إذا بدنا نقول بضمن عالم النفس، يعني إحنا عم نحكي عن إصدار أصوات بشكل مفاجئ أو حركة إرادية. اليوم خلينا نحكي عن التعامل الخاطئ مع هذا المرض، وين ممكن يودينا. يعني إحنا منشوف بالمجتمعات للأسف ممكن يروحوا للعلاج الروحاني أو حتى الشعوذة، يفكروا الولد في شيء. فخلينا نحكي طريقة التشخيص أو طريقة التعامل اليوم قديش ممكن تروح بهذا المرض لمناحي خطرة أو سلبية. صحيح فعلا، بكلمحة تاريخية بالطب عن هذا الاضطراب كانوا يعتقدوا بأنه هذا الشخص ملبوس أو ممسوس أو تسكنه شياطين، لذلك كانوا يتجنبوه أو يبتعدوا عنه. ولكن مع تطور العلم انتهى كل هالأفكار هي. يعني لا زال إلى الآن بعض العائلات ممكن ياخذوا ابنه حقيقة لعند رجل دين، يعني يقرأ له في سبيل انه
يساعده من أجل المساعدة يعني. هلأ مشكلة إذا ضل عم يتعالج بهالطريقة، ولكن هناك بعض رجال الدين فعلا بيتفهموا الموضوع وبيرسلوه إلى طبيب أو بينصحوا الأهل، وبالتالي بيجي لعنا بعد ما يكون راح لعند رجل الدين بالبداية. نحن بالخط الثاني بالعلاج. بكل الأحوال نحن بهمنا يوصل لعنا، لأنه بالنهاية بهمنا التشخيص السليم والتدبير السليم للطفل. مثل ما تفضلتي فعلا هو بيشكل مشكلة على طفل، لأنه قلنا في مرافقات، في فرط نشاط وقلة انتباه، في وسواس قهري، في نقص قدرة على التعلم، في قلق، في كآبة. يعني إحداهم رح تكون مرافقة للعرات، وبالتالي هذا الطفل سوف لن يحصل كما يحصل الطفل المستقر نفسيا والمعافى نفسيا. أيضا يعني المزعج أكثر بالموضوع يعني عن أنه نعتبر أنه ملبوس، وأنا بشوفه يعني شيء مماثل حتى بأيامنا هي، أنه يكون طفل بالمدرسة وعم يصدر بعض التصرفات اللي هي عرات، إما صوتية أو حركية، من دون ما ننتبه لهذا الموضوع. دائما ناخذ الموضوع بسوء نية، أنه مشاغب تماما، ناخذ الموضوع من دون معرفة أو حتى سؤال، وكأنه حولنا الطالب إلى عدو إلنا وصارنا ننتقم منه. يعني عدة حالات راجعتنا للأمانة، مرضى أطفال عرات عندهم عرات صوتية، المدرسة طالبة ولي الأمر الأهل ومهددتهم بالطرد. يا جماعة هذا طفل بده مساعدة، يعني حتى المشاغبة ما اسمها بالطب مشاغبة. طيب دكتور، نحن لحد هلا ما عم نقدر يعني كيف انه ما عم نقدر يعني نعطي الشيء الصحيح او التشخيص الصحيح بين السلوك وبين الاضطراب، لان نحن عم نحكي على عمر، هو عمر مثل ما بيقولوا هو مراهقه واطفال. صحيح. يعني ما فيك انت مثلا انه اوكي بدنا نلوم المدرسه انه هذا الطفل يمكن بيعمل حركات لا اراديه، بيصرخ ضمن الحصه، بس يعني اوريدي هن الاطفال بهذا العمر بيعملوا هالشيء. صحيح. طيب نحن كاهل نحن شو يعني او كمدرسه كيف بدنا نقول هذا الولد مريض، هذا الولد ما بدنا نقسى عليه، عنده حاله خاصه؟ طيب كيف بدنا نعرف؟ صحيح. ما في معرفه. صحيح. في يعني في كثير اساتذه او في حصص مختصه بالارشاد النفسي، ولكن هل ضمن منهجهم عندهم علم ب بأوديت توريت؟ توريت اوكي. نعم. عندهم العلم بهذا الشيء يتشخص هيك فورا عند الارشاد النفسي بالمدرسه؟ اكيد لا. ونحن يعني ما منلوم المدرسة بحد ذاتها، نحن منلوم المؤسسة ككل بحد ذاتها. مثلا مؤسسة وزارة التربية منلومها، يعني ما بعرف ليش الاهتمام بالكتب الجديدة والبرامج الجديدة والثقيلة على الطالب، وما في اهتمام بصحته النفسية والأخلاق. لا يوجد مدرسة بالعالم الآن يعني قليلة أو فيها إلا بالاهتمام أو انعدام بالاهتمام، مثل مدارسنا بما يتعلق بالصحة النفسية أو تعليمهم المبادئ والأخلاق. يعني بس همنا أنه بدنا نجعل منه عبقري رغم عنه، بدنا نعلمه الرياضيات غصبا عنه، بدنا نعلمه بجوز مو ميوله كل هالميول هذه، بجوز عنده ميول أخرى يبدع فيها، تركه يبدع بالشيء اللي بده إياه، لا ترغمه على شيء. انت فقط هيئ له الصحه النفسيه، انت والاهل هيئوا له الصحه النفسيه السليمه وكتر خيركم. لحاله هو دماغه بيقود نفسه ضمن خيارات المجتمع الى الخيار السليم. طبعا ما في شك مهم انه ندرس رياضيات ولغه وعربي، هي اساسيات بالحياه، ولكن في أطفال مبدعين بالرسم بالموسيقى تماماً، هن المبدعين مو بالدرس مو بالرياضة تماماً. هاي أمور في ضخ وفي حمل كتير كبير على طلابنا، كتير كبير يعني تماماً. بصف الأول تاني تالت تلاقيهم ما بقى خلص ما بقى ركزوا، إجباري بدون يعيطوا، إجباري بدون يصير عندهم ردات فعل، بدون يصير عندهم توتر تماماً. مو بس هيك أهلهم بيعيطوا، بتلاقي أصواتهم وهن عم يعلمون معبي الدنيا كلياتها، لأنه ما عم يمشي معهم الطالب بشكل سليم، وبالتالي هاد معاكس للصحة النفسية.
يعني لحتى نرتقي بطلابنا ليس هذا هو السبيل. خلينا نرتقي فيهم من ناحية الصحة النفسية، من ناحية سلامتهم واكتشاف ولو الحد الأدنى من المشاكل الموجودة بالمدرسة، وما نعتبره أنه هذا الطالب عنده هي السمة اللي بتخوله أنه ينطرد من المدرسة. ما في شيء اسمه طالب ينطرد من المدرسة، نحن في عنا شيء اسمه طالب ينطرد من المدرسة، في شيء اسمه منساعد الطالب لحتى يضلوا بالمدرسة ولحتى يضل يحب المدرسة. بهالشكل هذا ممكن أنه فعلا تقوم المدارس بعملها. أنا بتمنى تكون مثلا كل مدارس دمشق مربطة ومشبكة مع بعضها مع مركز خاص نفسي للتواصل، سواء من الأهل أو سواء من المدرسة، حول حالة موجودة عندهم ورح يحاولوا لنا إياها لحتى نشوفها ونتعامل معها، وبالتالي نرجع على مدرسته بأحسن خاصة ما يمكن. توريت، يعني مرض توريت لازم نحن يكون عندنا معرفة فيه تماما، نحن بنجهله أبدا تماما. توريت يعني هناك كثير من الحالات اللي ظلموا يعني الأطفال فيها. طيب دكتور، خلينا نحكي بالوقت المتبقي ونرجع نركز على نقاط معينة. العلاج اليوم هو دوائي، هو جلسات نفسية، فيك هون لازم يكون في استشارة أيضا عصبية ولا هو لا عند مختص نفسي؟ خلينا نوضح هدول النقاط. تمام. أهم شيء بالعلاج حقيقة هو طمأنة الأهل والمريض على أنه هذه حالة ومؤقتة، لأنه معظم لنا الحالات ستزول بالتقدم بالعمر إلى بمرحلة البلوغ، ولكن سيبقى بعض الحالات القليلة واللي أيضا رح تتحسن فيها الأعراض وتصير أقل شدة من الوقت السابق، وبالتالي الطمأنة ضرورية، لأن الطمأنة بتعطيهم حالة من زوال القلق والخوف يلي بيوترهم وبيوتر الطفل وبيزيد الأعراض عنده وما بيعود في استقرار أو زوال بالحالة. إذا كانت الأعراض فعلا مزعجة عند الطفل، هناك أدوية كيماوية ممكن أنه نعطيها، مثل البيبوزايد، مثل الكلونيدين، مثل هالوبيريدول أو الريسبيردون. هاي أدوية حقيقة بتزيل الأعراض بشكل كامل عند الطفل. أيضا هناك علاج معرفي سلوكي، مندرب هالطفل أو هالمراهق على أنه يكون قادر أكثر على السيطرة على حركاته وكيف ممكن بأي مجلس يسيطر ويضبط كل هالأصوات والحركات اللي عم تصدر رغم عنه. نعم دكتور، يعني مواضيع كتير مهمة عم نطرحها عم نضوي عليها، ولكن كتير في جهات لازم هي تهتم بهذا الموضوع، وخاصة المدارس والأهل أيضا. يعني أكيد الأهل، الأهل مهم أنه يتثقفوا بهالموضوع. نشكرك كتير دكتور، وأهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد. شكرا لكم.